اهلا بيكم معانا من فاصل، وزي ما انتم شايفين معانا تاني شغل رائع وضيفه رائعه معانا. ايمان منوراني. ربنا يخليك حبيبتي، تسلمي لي. انت بتعملي كسوات مخدات وبتعملي حاجات تانية حلوه جدا وراقيه جدا والوانها حلوه جدا، ربنا يخليك. منوراني. ربنا يخليك، تسلمي. اشرحي لي بقى، حضرتك دارسه ايه وابتديتي من امتى؟ لا انا دراستي بعيده عن الشغل ده خالص، انا تربيه انجليش و دي هواية عندي من زمان، من صغري يعني أنا بحب الحاجات دي وأحب الأشكال والألوان، فيعني من زمان عندي، بس إني أحترف أو أشتغل بقالي 3 شهور بس. الحمد لله، تحفة بصراحة. الحمد لله. ليكي على الانستجرام؟ ليه على الانستجرام، والحمد لله بقى ليا فولورز كويسين وزباين الحمد لله كويسين، عجبهم طريقتي في الشغل وتنسيق الالوان اللي انا بعملها، فالحمد لله يعني. الحمد لله. اسمك على انستجرام ايه؟ ايماز هاند ميد. ايماز هاند ميد. اوكي، اشرح لنا بقى، احنا محتاجين نعرف واحدة واحدة كده ايه الحاجات اللي بتعمليها. انا شايفة الالوان رائعة بصراحة، يعني وكمان الاشكال. الكوشنز انا حبيت ان اي حد بيبيع كوشنز، فانا حبيت ادخل الكوشن معاها المفرش بتاعها، فده بيدي الى حد ما بهجة كده في المكان. تمام، يعني ايه كوشن ومعاها مفرش؟ يعني انا خدادية ماشي، بس يعني ايه معاها مفرش؟ مفرش رانر كده بيتحط على الترابيزة، بيتحط على ظهر الكنبة، بيدي شكل حلو. وهي فكرة أوي. انا كنت حابة يعني، كنت كل ما يعجبني كوشن ابقى حابه ان يبقى معاه حاجه كده، والله فانا حبيت فعلا. ان انا انفذها وعجبت الناس. حلوه قوي بصراحه، فكره حلوه قوي قوي. بس ف عامله اشكال والوان، وانا شايفه كمان انت عامله وعامله باسكت بينفع تحط فيه فوط في الحمام، مقاسات بقى واشكال تحفه. دي حركه شيك قوي قوي قوي، الواحد في حمام عشان الضيوف لما يجوا يتحط فوط صغننه كده عشان كل واحد يستخدم فوطه. تحفه. و اشرح لنا بقى، انت بتعملي حاجات للاطفال، هل اللي جوه ده فايبر بيبقى طبي؟ كله طبي فايبر. ومناسب للاطفال يعني صح؟ في ناس بتحط سفنج، انا بحط كله فايبر على اساس يبقى طري، سيان حد هينام عليها او هيحطها شكل، ف حلو قوي، بتاخد شكل حلو يعني. ممتاز. طيب نشوف مع بعض الالوان والاشكال اللي موجوده، جميله قد ايه. شايفين كل حاجه مناسبه، يعني حاجه مثلا مودرن، حاجه ستيل، حاجه اطفال، حاجه يعني كل حاجه انا شايفه انها موجوده. حتى هناك انت لسه في تشكيله هناك ما قدميها، تحفه. خلينا نشوف، يعني الوانها جميله جدا بصراحه، بصوا جميله جدا هناك، تحفه تحفه، تسلم ايدك. طيب انا شايفه غير المفارش وغير ده والمخداديات، انت بتعملي حاجه تانية بقى يعني. بنعمل برضو ميداليات من خيط المكرميه، ده سهل قوي في العمايل وبيعجب بقى كل الناس، بيعجب مدام سليف وقت كمان. ايوه عجبني، معلقه في الشنطه بتاعتها. ايوه هوريها لكم لحظه واحده. اهي الشنطه اهي، جميله جدا. اهي معلقاها هنا اهو. هي دي فكرة بنتي على فكرة، هي مش طحفة. فكرتي أنا. معلقة هنا في الطرف، جميلة قوي. بنعمل مكرميات بس يعني لسه ما جبتهاش معايا الحقيقة يعني، لما برضه بديت أعمل مكرميات بشكل بسيط كده، حاجات ما فيهاش شغل كتير، مش الشكل التقليدي بتاع المكرمية يعني، ممكن عصاية وفيها شوية خيوط نازلين بشكل جميل، بتدي شكل حلو ومختلف عن المكرمية العادية. طحفة. أنت أسعارك كمان حلوة قوي. الحمد لله، فعلا أسعارك جميلة. الحمد لله. ممكن نشوف بس الاشكال التانية اللي عندك هنا. انا شايفه انت عامله ده، ايه ده؟ دايره، ده زي الرينبو الشكل دوت. ده بيتحط في ايه؟ ده انا كنت حطاه على الشنطه اللي هي بتستخدم مره واحده بتاعه السوبر ماركت، القماش. اوكي. انا حطاها عليها شكل لذيذ، بمقاسات بقى. والباقي بقى كله ميداليات، كله ميداليات وحاجات كده، هي مختلفه جديده بصراحه. بس يعني فكرتها انا مع نفسي طعمت لي الشنطه، يعني الشنطه لذيذة. شكلها وكل بقى اللي كان بيشوفها فعلا يعني من الحاجات اللي بتعجبه جدا. حبيبتي نورتيني النهارده، ربنا يخليك. ميرسي. انت نفسك ذوقك. تقولي اي حاجه قبل ما نروح الفاصل؟ ربنا يخليك. الحمد لله، شكرا لاستضافتك، وانا سعيده بمقابلتك طبعا جدا، سيان هنا او في البازار. حبيبتي ربنا يخليك. ربنا يوفقك. وربنا يوفقك يا رب، وشكرا لاستضافتك حبيبتي. ان شاء الله يا حبيبتي اشوفك على خير ان شاء الله في البازار الجاي كمان، تعملي اكتر واكتر وتقدمي اكتر باذن الله. نورتيني النهارده، شكرا.